السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت البث المباشر، ما كديروش القلوبة وما كديروش جيم وما كتبارطاجيوش. كنهضر مع الناس اللي بغاو يسمعوا البودوح محمد، الناس اللي كيتعاونوا معايا، الناس اللي في قلبهم الرحمة، الناس اللي كيخافوا من الله هما مع من كنهضر يبارطاجيو. انا ماشي كنربح الفلوس ولا كندير اليوتيوب ولا عندي الفيسبوك، كندير البث المباشر باش نوصل الرسالة ديال الشفارة اللي مع الملك والمالك للناس في العالم. بارتاجيو وطلعوا وديروا القلوب صاحبي. الله اكبر، راه ما كنقول غير الحق، اقسم بالله العلي العظيم يا شي واحد ما تيقول لي هاش تقول. درت هذا البث المباشر باش نناقش مع الناس القضيه ديال العمل ديال الخميسات. العامل ديال الخميسات هو واحد كيدير القلوب هكاك اخوتي، ديروا القلوب، ديروا القلوب، ما خاسرين والو صح. ديروا القلوب، ديروا القلوب، ديروا القلوب، ما خاسرين والو. بارطاجيو بارطاجيو صاحبي. صاحبي خافوا من الله وشهدوا شهادة الله. والله العظيم غير واخا يكون عندك مال الدنيا تتموت تموت، صلاة الجنازة على رجل عندك يصحاب لك غيقولوا صلاة الجنازة على مول مليار ولا على ملك ولا على الباشا ولا على العامل. صلاة الجنازة على رجل. الرسالة اللي كنوجه لكم بارتاجيو. اليوم حليت الفيسبوك لقيت الخبر، العامل ديال الخميسات خرج في الجريدة ديال الصباح كيشد الرشوة من شي واحد راه غادي يمشي للقضاء. واخا نقولوا هاد العامل هذا كاينين الشهود وتصور في الفيديو والكاميرا وكيشد الرشوة، العامل ديال الخميسات الكاميرا شدات وكيشد الرشوة وغايقول لكم قدام الكاميرا هذه هي الرشوة ديال البونبا دي ليسانس باش عطاني 50 مليون باش يدير هاد السيد البونبا. داخلنا عليكم بالله غايتعتقل. انا شديت 100 درهم ديال الرشوه ومشيت للقضاء وما يهدروش معايا واخا يكون عندي 60 محامي. غادي نمشي للحبس، ماشي غير انا، اي فقير. ولكن يا اخوتي الوزراء والبرلمانيين والعمال والباشوات والقياد، والله العظيم ما يمشيو للحبس. علاش؟ لان عارفين الاسرار ديال الدوله، عارفين الاسرار ديال الناس اللي حاكميننا. راه ما عمر تسناو يمشيو للحبس. والله والله ثم والله يا مشحال من عامل كان في الخميسات وكيحمي الفساد والمفسدين وكيمشي وكيطلعوا ليه الكرايد، كيطلع في الرتبه اكثر من العمل. والله والله مش حال من قايد في تيفلت كيكون قايد وكيحمي الفساد ويحمي بالرقيه وعرشان، ومني تيمشي للولايه ديالو كيعقل علقوا ليه الكرايد، لان هادو اللي حما ان هادو اللي كيحمي عندهم النفوذ في القصر، كيتكلاصا عندهم. الا جيتي لاقليم زمور ولا تفلت وتحمي الشفاره كتمشي للرباط، ملي كتسالى المهمه ديالك تيزيدوا لك في القرايد. الا جيتي لتفلت وقفتي ضد برقيه وعرشان تيهبطوا لك القرايد ويصيفطوك للصحراء العذاب. الا وقفتي ضد الشفاره باش اي باشا ولا اي قايد كيقول لي علاش انت طرا لك هادشي، كيقول لي اودي وقفت ضد الفاسدين
وما بغيتش المنكر، وبغيت البلاد تخدم مزيان. هادشي باش طرا ليا هادشي. واحد كيعاود الاخر، كيردو منك عبرة، فحال دابا كيما الناس ديال الريف ديال الريافة. واش دابا الدولة والملك غالبهم السبيطار ما يديروش الجامعة، وغايديروا ليهم جوج السبيطارات وثلاثة الجامعات والخدمة واللي طلبوا يديروها ليهم بالدوبل. طلبوا سبيطار يديروا ثلاثة، طلبوا الجامعة يديروا خمسة، ولكني ما يديروش. علاش؟ خص يديوهم للحبس ويعذبوهم في الحبس باش المدن الاخرين ما ينوضوش يطلبوا السبيطار ويطلبوا، واخا يكون خاصك اللي خاصك. علاش؟ باش هادوك الناس ديال الريف يوليو عبرة للمدن الاخرين. شتي الزفزافي؟ انا كتطلب السبيطار اش طراليه؟ اسكت. كتمشي للدار كتقول لك الوالدة ولا الوالد، شتي اش طرا الناس ديال الريف؟ ها اشنو داروا؟ كيطلبوا السبيطار. شتي اش طرا ليهم؟ كتمشي عند واحد اخر كتقول ليه الناضل ولا يناضل معاك؟ لا ما ناضش معاك. شو الاخرين اش داروا ليهم؟ هاد الشيء اللي كيديروا، هاد الشيء هي السياسة ديال فرنسا. شتي هاد الخطة اللي داروا في المغرب؟ راه بغاو يديروها الناس ديال فرنسا، ولكن ما نجحتش ليهمش. علاش؟ حيت هادوك مسلمين، هادوك تيخافوا من الله، كيحرضوا المخزن باش يعطيهم العصا، يا ما كيبغيوش. ولات الفوضى على الناس اللي كيحكموا. راه هذيك السياسة بغاو يديروها لهيه، ما صدقت ليهمش. على حقاش هادوك اللي حاكمين تما تيحبوا الشعب ديالهم، غتنوض الروينه في البرلمان الا عطى الرئيس ديال فرنسا الامر باش ياكلوا الواد الاخرين عصا، ما يبغيو ليش الاحزاب. لحقاش فيهم قلب الرحمه، فيهم الدين، كيحبوا الله وكيحبوا بعضياتهم، ماشي في حالنا حنا في التصويت في الانتخابات تيحزرك ملي كيوصل تما تيقلب عليك. حيت علاش؟ ملي كيوصل تما كيلقى الفلوس. هنا عطاك الفلوس صوتي عليه 4000 ريال، ولكن ملي وصل تما تشرع عاوتاني تشرع. هنا بعتي ليه الصوت ديالك وتما باع الصوت ديالنا. هاد الطونوبيل فابور، بورطابل فابور، العيد فابور، 10 د المنيول، 9 د المنيول، 6 د المنيول، الشفرة سرق كيما بغيتي، حتى واحد ما يحاسبكش. الحصانة كيفاش انت غيدافع عليك؟ ولاو مشاو داروا المغرب ديالهم بوحدهم. شتي الباشاوات والعمال والمخزن والبرلمانيين والباشاوات وكلشي، الأحزاب داروا الملك دارين الدولة ديالهم بوحدهم، والفقراء الدولة ديالهم بوحدهم. خصنا حنا نطلبوا الحكم الذاتي، خص حنا الفقراء نديروا عاوتاني شي واحد بوحدنا اللي غادي يحمينا. اما هادوك عندهم الملك ديالهم تيحميهم. الا قلتي الملك ديالهم ما كيحميهمش، هانا معاكم، انا بوجهي ما مخبعوش، وانا في الخميسات. علاش الوزير سرق شحال ما نعرفش، سرق ودخلته المحكمة للحبس، الملك خرجوا يتفنموا وما رجعش للحبس. علاش ما عمركم شتو شي وزير ولا شي برلماني مش حال دارو قتلو الناس في البرلمان؟ البرلمانيين قتلو الروح اللي عزيزة عند الله، قتلوهم ومشاوش للحبس. ملي كتسرق شي حاجة كيقول لك انت اللي صوتي عليه سرقك، كون اختاريتي اللي ما يسرقكش، ولكن انت صوتي على الشفار سرقك. وهادوك اللي قتلو الناس والعمال اللي اداو القسم قدام الملك، حتى العمال والبوشاوات والقويات حتى هما صوتنا عليهم. يلا عصابة كتمنا هاد القصة، جبتها على العمل ديال الخميسات. العمل ديال الخميسات 5 سنوات هو الدوح عمر بابا كيطلبو غا المقابلة، غا يهدر معاهم، مبغاش يهدر معاهم.
كنمشيو غا عند الديوان، الديوان ديال العامل، كيقول لك انا هضرت مع العامل في المشكل ديالكم. اشنو هو؟ قال لك العامل ما يمكنش، قال لك الديوان ديال العامل، قلت ليه انا، قلت ليه حشومه السيد 22 عام بوليزاريو وبالرقيه داليه مسكين رزقه، يشوفوا مع شي حل. قال لي العامل واش هذاك رئيس الجهه وفي القصر الملكي ومزوج المربيه اللي ربات محمد السادس، وانا غادي نوقف ضده، راه غادي يجري عليا من هنا من هاد الكرسي. ودابا الحل ما عندي ما ندير لك. تصوروا معايا كنمشيو للداخليه كنديروا الشكايه بعرشان وبالرقيه، كيقول لنا شي واحد تما في دوك الخدامين سيري بدلوا هاد السميه، ديروا الشكايه ضد الملك نشدوها بالرقيه وعرشان ما نشدوش الشكايه ضده. علاش؟ المحاسبه كتجي للمجلس البلدي، كيعيطوا عليهم في التليفون كيقول لهم ها المحاسبه جايه. يلا اللي حاكم لنا شي كيحمي شي، وحنا الفقراء بيناتنا شي كينتقد شي وشي تيعير شي وشي تيسب شي. هذاك الشيء اللي تنقول لكم كيما طرا ليا وطرا البقرطاسه اللي درت معاه قبيله واحد الحوار، وطرا هاد الشيء اللي تنقول لكم يا اخوتي المغاربه، العصابه حكمنا. كيما هما متفقين علينا حنا نتفقوا بيناتنا، ماشي الناس ديال الفيسبوك اللي تيهضروا على الحق فحال باصيرو فحال مول الشكارة مول الطورنوفيس، وكاينين شي وحدين اخرين تنسات ليا سميتهم. وكنشكركم ماشي كننتقدكم ولا شي حاجة، برافو عليكم، غير كنطلب منكم بلا ما تدبزو لا واخديتي الفلوس لا وهذا لا وعيرتيني عيرتك، واخا تسبني ندير فحال لا ما شدكش. راه المخزن اللي كيدير ديك البلبله باش ندبزو بيناتنا، شتي المخزن كيعجبو الحال فاش ندبزو بيناتنا باش هما يسرقو كيما بغاو. هذاك الشيء اللي كنقول لكم ديروا اليد في اليد باش نحاربوا الفساد. اليد في اليد هي غالب بارطاج في الفيسبوك، غالب بارطاج غامني تشوف شي منكر دير عليه البث المباشر وتفرشو وتفضحهم. كل واحد يفضح الصفارة اللي في المدينة ديالو، وكل واحد يقول الملك هو السبب في هذا الشيء اللي وقع في المغرب، باش توصل الرسالة للملك يعرف بأن الشعب المغربي من طنجرة لقويرة عرفوا بأن في السبب ديال الفساد هو. كاع ما يتقلب علينا يقول لنا لا الحكومه انتخبت عليها ولا البرك ولا العثماني ولا بن كيران ولا هادي، واخا تجيب الاحزاب ديال العالم كامل يحكموا في المغرب والله لا تقاد، لان فرنسا باقا مستعمرانا. شتي الاحزاب ديال السويد وديال الدنمارك وديال فرنسا وديال الميريكان وديال السويد ديال المحكمة، الأحزاب ديال العالم كامل يجيو يحكموا المغرب ما يتقادش، حينت الناس اللي حاكميننا اللي شفرة. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، يكون بغى المالك يتقاد المغرب يتقاد. بغيتي تدخل دخل. اقسم بالله العلي العظيم يكون بغى المالك يتقاد المغربي تا يتقاد فرنشتعين، ولاني ماشي في المصلحه ديالو يتقاد المغربي، ماشي في المصلحه ديالو.
السلام عليكم اخويا، كيف لبستك؟ الله أهلا يحفظك، مروان. تحياتي ليك وتحياتي الله يحفظك تحياتي ليك وتحياتي لجميع المشاهدين. الله يحفظك أخويا. الله يحفظك خويا. باقي ما دارو معاك والو اخويا، باقي ما فتحو معاك لا تحقيق لا والو. وباقي وما عمرهم يديروا لي، لأن علاش؟ لأن عندي الدليل القاطع بأن سرقوني وقتلوا با وعذبوني وطلعت للريزود ودوزت 20 يوم وبزاف والشكايات، ما عمر غيديروا، لأن الصفارة اللي حاكميننا حاصلين. شوف هذا هو المشكل، ما كايناش واحد المحاسبه، ما كايناش فعليه يا اخويا. وانت حنا كنشوفوك ومضامنين معاك اخويا، وشفناك عرفناك باللي انت محقور. دابا هاد البث المباشر اللي درتو على العامل ديال الخميسات، راه خرج في الجريده ديال الصباح كياخذ الرشوه باش يدي الرخصه لشي واحد. سمعتي؟ اسمع يا اخويا دايرك دابا بيناتهم هذاك الشيء في انا شتي اش بقى فيا الحال كاع انا في هاد الفيديوهات اللي كندير؟ واش انا دابا كندير البث المباشر باش ينوضوا بهم من القبر؟ وبغيت شكون غادي يحاسب هاد المفسدين؟ شكون غادي يحاسبهم؟ شكون غادي يحاسب هاد الشفارة؟ شكون غادي يحاسب هما التالين وهما تيسرقوا؟ يلا شكون غادي يحاسب هاد الشفارة؟ علاش الملك عنده شي سر خاف يهضر ويفضحوه؟ ولا دايرين ليه شي قنبولة شي حزام نسيف يطرطقوه؟ ما فهمتش انا، هذا اسلام وكيصلي وفي الجامع عن الجمعة كيصلي، امير المؤمنين، وكيشوف في المنكر والعذاب والجوع الاعتقالات، الناس كتحرق. مشيتي للسبيطار ما كاينش الدواء، مشيتي للسبيطار كيدشن وكيتسرق، مشى يدشن المشاريع كيمشي كيلقاهم مسروقين. هانت سمعوا لي، اولا اي مدينة في المغرب اي عروبية فيها الاحتجاجات، اي سبيطار في المغرب لا طبيب لا حتى حاجة، الرانديفو تال 2020، من 2017 حتى 2020، حتى يموت ولا داك المرض ما عاد فين يوصل لك. اي مدرسة اللي تيقري مزيان وتيتهلا في الدراري وتيعطيهم الدروس باش يوعاو، كيجي المخزن كيسدها ليه، وفين ما كاين لا قراية لا والو، غطمنا كل لعب، المعلم شد البورتابل وكيشاطي، والدراري كيتعاودوا النكات يخليوهم ما تيقيسوهمش، ما كاين لا قرايه لا والو. مشيتي للمحكمه درتي الشكايه، الا ما عندكش النفوذ وعندك المال والفلوس ما تصور والو، تما جلستي واخا تحكم المحكمه في الصالح ديالك تنفيذ والو. التنفيذ اللي غادي ينفذ الدعوة والو، قدام البرلمان كل نهار الاحتجاجات، المكفوفين والمعوقين كلاو العصا تقتلوا الناس في الحزب، كيقول كلمة الحق وتيقول الملك هو السبب ديال هاد الشي، خص يتحاسب. قتلوه، داز حدا وحدا التران، داز عليه التران، داز عليه الواد. واحد الصحافة كيمشي كينقل هذاك الشيء هو هذاك، وكينشروا للمواطنين يشوفوه، اتهموه عدم الإبلاغ، حكموا عليه بثلاث شهور الحبس، ثلاث سنين الحبس. الصحافة الاخرين المنكر اللي كيقول الحقيقة ما كيدوزوش، واللي تيقول شي حاجة ما على علاقتها حتى حاجة كتنشر في الفيسبوك كيطلع الماكسيموم 100%، الحاجة المعقول كاع ما كيمشيو عندها الصحافة. الأراضي السلالية الملك كيمشي يدشن شي حاجة ما كدارش،
كيمشي باش يشوفها، في كيف وصلت كنلقاها ما دارتش، تسرقوا الفلوس. كيكتبوا لينا البلاغ في الفيسبوك بان المشاريع اللي دش الملك ما داروش. علاش كينشروا لنا في الفيسبوك المشاريع اللي دش الملك ما داروش؟ باش ينوضوا الناس ديال ديك المنطقه يحتجوا، باش يصيفطوا ليهم البوليس باش يعتقلوهم انفصاليين باش يحكموا عليهم 20 سنه. والناس اللي سرقوا المشاريع وعطلوا المشاريع زلزال السياسي ما تمشوش للحبس. الناس ديال الحسيمه قال لك مولاتهم البوليزاريو، ماشي مشكل، مولاتهم البوليزاريو مشاو للحبس، عذبوهم وسط الحبس، شللوهم واغتصبوهم صوروهم ونشروهم وسط الحبس. كتنشر بنادم عريان وكيشوفوه والديه وسط الحبس، فحال القضية ديال العراق، سيدي غريب كيصوروا مع عراقيين عريانين كنقولوا هذيك ميريكان ضد اليهود ضد الإسلام، شو مساكين كيشوهوا المسلمين. حتى وصلت عندنا في المغرب، وصلوا المغاربة بيناتهم شي كيصور شي في الحبس وكينشروهم، شللوهم. علاش؟ حين قالوا كلمة الحق. ماشي مشكل، الملك مشى لمراكش دش المشاريع ما داروش، مشى الملك لمراكش لقى المشاريع ما داروش، قال عاوتاني البلاغ، الملك غاضب على مراكش. علاش غضب مسكين؟ حيت المشاريع اللي دارت تما ما داروش، ياك باش ينوضوا الناس ديال مراكش يغوطوا عاوتاني باش يعمروا الحبس. الناس ديال مراكش عاقوا فاقوا ما ناضش غوتوا، قالوا ليه الناس ديال مراكش دبر انت اللي عينتي الشفاره، انت اللي ديتيهم بالعاني بالعاني، شتي بالعاني كيدش المشاريع وكيحرش كيحردهم ما يداروش، باش ما يداروش المشاريع. بقى غاضب الملك، علاش؟ باش يلصقوها في العداله والتنميه، بان العداله والتنميه الحكومه ما قايماش بالواجب ديالها، باش ينوضوا الناس ديال مراكش يحتجوا باش يديوهم للحبس، باش العداله والتنميه زعما هي اللي دارت هاد البلبله. شوف بكري كان المشاريع كيدارو، الملك تيتشن، والمغرب غدا بخير من حكمه العداله والتنميه. شو المغرب باش وقع ليه؟ باش الناس يكرهوا العداله والتنميه. الناس ديال مراكش ما ناضوش مساكين يحتجوا على المشاريع اللي غاضب عليهم الملك، لان الملك اللي دار دبر معاه، ياك تشنتي ياك عينتي دبر معاهم. اش دار مني تحرج مراكش ما ناضش تغوت، مشى للدار البيضاء عوض ما يمشي لدوار حسيبو، دوار حسيبو، دوار حسيسو ولا سميتو الواسطي. الناس اللي تهدموا ليهم الديور ديالهم يشوف شي حل يبني ليهم مساكن راه كيباتو تحت الميكا، مشى قال لك اسيدي غاضب على الناس المشاريع اللي داروا في الدار البيضاء، باش عاوتاني ينوضوا الناس ديال المشاريع يطلبوا المشاريع اللي دش الملك ديالهم، عاوتاني باش يصيفط لهم السيمي باش يعطيهم العصا باش يقول لهم الجزائر مولاتكم حرضتكم باش تنوض البلبله. ما ناضوش، سمع مزيان، ما ناضوش الناس ديال الدار البيضاء، قالوا ليه المشاريع دشنتيهم انت وعطيتي الفلوس للشفاره، النص كلاوه النص ردوه ليك دبر معاهم. اش دار؟ مشى دس نص السبيطار، السبيطار 3 ايام تسرق الدواء، لا طبيب لا والو، باش ينوضوا الناس يحتجوا. ما ناضوش يحتجوا. دابا ولا الملك محمد السادس هو اللي هو المسمار ديال الجحا، الملك هو المسمار ديال الجحا، كيمشي كيدير البلبله في شي مدينه ويرجع اللور باش ينوضوا تم. والمغاربه وراه الملك اللي داير كلشي، كون كان الملك نيت مالك مالك نيت المغرب وكيحب المغاربه كما كيقول في التلفازه شعبي العزيز وامير المؤمنين وتيحب الشعب المغربي، كون المشاريع اللي ما دارش في الحسيمه الزلزال السياسي، كون غير الوسام يعلقوا للزفزافي والرباعه ديالو، حين تفكروه في المشاريع فضحوا الشفاره، هادوك هما المخزن. ناض الملك تيشكر المخزن، علاش عطى العصا للريافه؟ شكون هو المخزن؟ شكون اللي غادي تشكر؟ واش هادوك اللي فضحوا الشفاره ولا هادوك اللي سرقوا ولا المخزن؟ علاش المخزن والمخابرات المغربيه
ما مشاتش عند الملك المخابرات، قال لك احسن مخابرات في العالم هي في المغرب. علاش ما مشاتش المخابرات المغربيه عند الملك تقول لي يا سيدنا راه المشاريع اللي درتي في الحسيمه 10 سنين هذه ولا 15 عام راه ما دارتش، راه سرقوك. وينوض الملك ويقلب على المشاريع قبل ما تنوض الفوضى كاع بالعاني. المشاريع حولوهم لإفريقيا، منين الشعب الريفي طلب المشاريع خلاوهم الشهر الاول الثاني اش نديروا ليهم اش نديروا ليهم، بلاتي صيفطوا المخزن تحيد الكسوه، شي كيضرب شي بيناتهم لصقوها في ريافه ماكلات ليهمش، دخل الجامع عطاوه الورقه كيهضر على الاحتجاجات. اش جاب اش جاب الجامع اش جاب الامام يهضر على الاحتجاجات؟ كاين شي احتجاجات في القران؟ رمضان قرب يقول الناس صوموا زكيوا وديروا فعلوا الزكاة الصدقة صليوا الفجر، اش داه الاحتجاجات؟ حين تعرفين الزفزافي تما راه غادي يسمع الفقير ما غاديش يسكت، الريافة راه ما تيسكتش راه فيهم النفس. مني شدوه على الجامع داوه سيدي للرباط الدار البيضاء في الطيارة حطوه تما، ما بقاش الجامع. جبدوا ليه قال لك اسيدي الجزائر مكالمات الانفصال زعزعات قتلوا الناس داروا كاع. المحامي واحد المحامي تصنت ليه قال لك قتلوا الناس ضربوا الناس شعلوا العافية في المخزن. كون كانت دولة الحق والقانون هادوك اللي عطروا المشاريع اللي سرقوا المشاريع ديال الحسيمة هما اللي غادي يتحملوا المسؤولية ديال هذاك المخزن اللي تقتل وديك العافية وديك الروينة والخسائر كاع. هادوك الوزراء يخلصوا داك الشيء ويمشيوا للحبس. كون كانت دولة الحق والقانون كما كنقول لكم العامل ديال الخميسة دابا واش غيتحاكم على ديك الرشوة؟ ما يتحاكمش. هذاك اللي فضحوا على ديك الرشوة هو اللي غيمشي للحبس، أما العامل ما يمشيش. وقولوا محمد بودوح راه عنده الورقة راه طايق راه هاد الشي، هاد الشي تيعيشو الشعب المغربي، هاد الشي عشتو 5 سنوات وأنا كنطلب الملك في الرباط، كنمشي عند المسؤولين وتيدخلوني انا والوليد وتيسدوا لي الباب عليا وتيعاودوا لي الاسرار ديال الدوله والاسرار ديال الملك. وما عمر قالوا لي يا ودي يا اخي يا بود عمر يا اسير سابق ديال البوليزاريو يا اللي دافعتي على الصحراء ودافعتي على الوطن وتعذبتي، ما عمر تسنى الملك غادي يحيد البرقيه عرشان ويعطيك. واحد الدقيقة شي واحد جاي كيقولوا لي الناس صاحبي الناس كيبقى فيهم با ملي كيعطيهم الورقة ديال الحبس 18 عام في الصحراء و 22 عام في البوليزاريو، ومني طلق السراح ديالو باش يعيش داكشي اللي بقى ليه في عمرو، الناس اللي في القصر مع الملك داو ليه رزقو ومرضوه وطيحو فيه السكر. شكون مرضو طيح فيه السكر؟ الباشا الدوابي والعامل ديال الخميسات قرطاج منصور قرطاج وبرقية وعرشان وهادوك اللي تيقولوا ليه ما نشدوش منك الشكاية. هذا اللي كدير ضدو الشكايه رئيس الجهه وفي القصر الملكي ومجوج المربيه اللي هبطت الملك. وعمي الحاج ابو الدح عمر وما عمر تسنى الملك غيحيد البعرشان وبالرقيه وغيعطيك انت، واخا نجيبو ليك الملك هنا ونوقفوه قدام ونحزروه ونبوسي ليه الرجلين ديالو. كيقولوا لينا بالحرف بالحرف هكا على رقبتي كيقولوا لي اقسم بالله كيقولوا له با واخا نجيبو محمد السادس ونبوسو ليه الرجلين ديالو ونقولوا ليه حيد البرقية العرشان وبالرقيه واعطي لهاد السيد مسكين راه مظلوم والله لا حيد ليهم واخا يعطيك منه شتي يعطيك الفلوس من عنده وما يحيدش لهادوك وما يخسرش معاهم. علاش؟ لان ولد برقيه مجوج النصرانيه اللي ربات محمد السادس.
راه تيقول ليها مي، تيقول ليها ماما، هادشي اللي تيقولوا ليا، هادشي اللي تيقولوا ليا، هادشي باش طاح في با السكر، هادشي فاش انا كندير الفيديوهات. واش عباد الله، بنادم تا كيطلع للريزو عاد كيقولوا ليه نزل نعطيك حقك، علاش ما كيعطيوش الريزو الحق لبنادم فتح في الارض؟ علاش، علاش ما بغاوش يطلقوا المعتقلين المخطوفين؟ علاش ما بغاوش يديو الوزراء اللي عطلوا المشاريع للحبس؟ السؤال ديالي للمغاربه كاملين اللي كينتقدوني وتيقول لك انت كتعيش في تندوفت، انت كتعيش في الجزائر. انا كنعيش في الجزائر، انا كنعيش في تندوفت، انا كنعيش في المريخ. السؤال ديالي علاش الوزراء اللي عطلوا المشاريع اللي دش الملك ديالكم علاش ما مشاوش للقضاء؟ نقول لكم علاش، لان عارفين الاسرار ديال الملك غيفضحوه، لان فرنسا اللي حاطه الاحزاب، واخا يبغي الملك يدخلهم للحبس فرنسا ما تبغيش، فرنسا حاكمه افريقيه، فرنسا كتسرق من الشعب المغربي وكتخلص الشوماج ديال فرنسا ديال الشعب الفرنسي. الرئيس ديال الملك ديال السبنيول اللي جا للمغرب زعما، وشدوا الملك وركبوه كيدوزو قدام عباد الله وتيشيروا ليه وتيقول ليه الملك شو الشعب ديالي كيحبني شوف زعما، راه بغى المغرب احسن بلاد، تيحب المغرب، ولا زعما راه جا في المصلحه ديال الشعب، ورا تيسرقونا، هما تيسرقونا وحنا تنقولوا عاش الملك، هما تيسرقونا وحنا تنديروا الملك هكا، حنا تيسرقونا وحنا تنشيروا الملك، هما تيسرقونا وحنا كنتعايروا بيناتنا، هما كيسرقونا وحنا كنتسبوا بيناتنا، هما شي كيحمي شي وحنا شي ما تيحمل شي. واش انا تنقول لكم انا كون نط وكندير البث المباشر ما عندي حتى مشكل، تقولوا لي انفصالي زعزعة الاستقرار مالك عايش بخير هادي. واش عباد الله، واحد السيد يقول ليهم راه عذبوني، واحد السيد يقول لك راه قتلوا لي با وداو ليه رزقه من الرضوه، لي 40 سنة هو مفروق معايا وقتلوه الناس اللي مع الملك، ماشي شي كون كان شي واحد اخر ما نديرش الفيديو المدبر معاه. انا كنقول لكم الناس اللي مع الملك والملك تيحميهم قتلوا با وتيقتلوا في عباد الله وتيسرقوا في عباد الله، لحقاش تجربة مني انا وانتوما تتنتقدوني. شي وحدين تيقول لك لا هادشي اللي كتب عليك الله، وهما حتى هما هادشي اللي كتب عليهم الله، با كتب عليه الله يقتلوه ولاد بالرقية، انا الملك كتب عليه الله نقول له شفار، ما في خباركمش انتم هادي، غير انا غير هما غير حنا اللي طرات لينا الله، وهما هادشي اللي كيديروا اللي كنديروا ليهم ماشي الله. فحال بن كيران من يمشى نجح راه بغى يخدم ما خلاوش. المحاسبة من أين لك، هذا التصريح بالممتلكات، فين هي التصريح بالممتلكات؟ من أين لك هذا، ردوا الفلوس اللي سرقتو. من يلقى هادوك اللي حاكمين هما اللي سرقوا المغرب واستدعاوه وقالوا ليه فوت عليك داك المشكل ولا غادي نقتلوك ولا نخرجوك من الحكم، قال ليهم عافى الله عن ما سلف، عافى الله غا على ما سلف غا عليهم، تحنا عافى الله عن ما سلف، خرجوا المعتقلين من الحبس. علاش ما يدخلش بن كيران البرلمان ولا الملك هذيك الخطره من يدخل البرلمان وعطاهم الحلوه وزادهم في الدعم، وما يخطبش وما يقولش الناس ديال الرياف والناس ديال الجراده والمناضلين عفا الله على المسالف؟ علاش هما الصفاره ملي كيديروا شي جريمه
عفى الله عن ما سلف. الفقراء ملي كيسرق 100 درهم ولا يدير شي خطأ ما كاينش الله عليه. هما ملي كيدخلوا للحبس وكتموت باه كيخرجوا يدفنوها. وانت يا الفقير الى ما تمك عاود راسك ما كتساوي حتى شي حاجه في المجتمع. دير اليد والله العظيم هي البلبله كامله عقلوا فين قلتها لكم قاعد الشي قاعد الشي اللي وقع في المغرب ضد العداله والتنميه باش يكرهها الشعب المغربي، لان فرنسا والناس اللي حاكميننا ما باغينش الاسلام واليهود. ملي كداعي العداله والتنميه بان علاش نجحوها 20 فبراير ملي ناط بغاو يسكتوا 20 فبراير نجحوا العداله والتنميه باش يفشلوا الحركه ديال 20 فبراير. من فشلات الحركه ديال 20 فبراير داروا العصا في الرويضه لبن كيران وكيحرضوا القصر الملكي باش يزيد في البوطه ويزيد في المازوت ويزيد في دي واعتقال تعطيل المشاريع. هذه الروينه نايضه الملك ساكت بالعاني باش الشعب المغربي يكره العداله والتنميه باش ينجح الحزب ديالهم. كاع الاعتقالات والحقره والقتل والسفره وهذه ضد العداله والتنميه. خدموا عقلكم مزيان. اما العداله والتنميه اقسم بالله العظيم الا بغات تخدم الخطا الوحيد اللي كنعترف به واخا ما كنعرف السياسه ما كنعرف حتى حاجه. الخطا الوحيد اللي دارت العداله والتنميه فاش حيدوا بالكيران من الحكم كل قدمت الاستقاله ولكن عطاوهم الفلوس. السنة يا محمد؟ 5 يا 20 يا لا 5 بارك غير ان شاء الله تكخص الكريدي غاسل ها؟ والله وصغرك 5 ها؟ 5 اي واحد درهم خلص والله جبتي سير قاعد البلبله اللي في المغرب ماشي قاعد البلبله اللي في المغرب راه ضد العداله والتنميه. يكون في علمكم عدالة والتنمية اللي النية ديالها في الأول راه بغات تخدم ولكني ما كاينش معامل واعرين فرنسا اليهود بزاف هو ما كان حلو يسر سدوها باش نقول لكم اخوتي المغاربه ديروا اليد في اليد وبارطاجيو. ما غاديش نسكت وما غاديش نتنازل
على القضية ديال بوده عمر اللي تأدب مسكين في الصحراء، والناس ديال الصحراء كيخرج التقاعد 25 عام 30 عام ويعطيهم 25 ألف ريال 30 ألف ريال، والشفارة اللي مع النظام اللي كيحميو المصالح ديال النظام كيعطيهم 6 المليون في التقاعد، 4 المليون 9 المليون. ما غاديش نسكت، غنموت راجل. والحقيقة شنو هي؟ الملك شفار تيحمي الشفارة. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. المالك شفار تيحمي الشفارة، رفعت الجلسة. المالك ما تيخاف منه حتى واحد. المالك تيدشن شي حاجة وتوصل الرباط كيقول لهم سير جيبوا الفلوس، سير جيبوا داكشي. المالك تيخصوه الفلوس كيمشي يدشن شي حاجة باش تخرج الميزانية باش ترجع عنده. المالك تيمشي للمدن كيدير كيدشن شي حاجة وكتسرق باش ينوضوا الناس يغوتوا باش يجي المخزن يستعرض العضلات ديالو. ملي تعرفوا الملك مشى لشي دولة عرفوا الفضاء تنوض في المغرب كيحرضهم وكيمشي باش الا وقعت شي حاجة يقول لك انا ما كاينش هنا. الملك محمد السادس شعبي العزيز غا في التلفزة، ملي كتكون الكاميرا ملي ما كتكونش الكاميرا طحنوا يماهم. بانت ليا غا في الناس ديال الحسيمة المسارع اللي تشن. كون كان الملك نتراجل امير المؤمنين المشاريع تسرقو، شكون سرقهم؟ خص يقتلهم المشنقة، حيت ما اعتبروش ما عطاوش القيمة للملك. الملك لا شيء في هاد الدولة، الملك حتى حاجة، القيمة ديالو نزلات، مشى بحالو وعاش الشعب المغربي. والما نسمح لكمش الا ما بارطاج البارطاج الفيديو ديالي عمر بن بودوح، ولا ديروا بودوح في اليوتيوب دي بوست تي في والمواقع بزاف كنشكرهم. قطعوا شويه ونقصوا من الفيديو باش يتفرجوا الناس.